السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لأن رأيكم يهمني. راح أعمل مزيل عرق مكوناته كلها طبيعية. في الجو الحار معظم أيام السنة يمكن أن يكون مزيل العرق أفضل صديق لنا، ومضاد طبيعي للتعرق، ومسحوق الأراروت وبيكربونات الصوديوم يساعدان على إزالة أي رائحة ويستمر طوال اليوم. وأفضل ما في الأمر أنه أكثر صلابة في درجة حرارة الغرفة من مزيلات العرق الأخرى المصنوعة يدويا، وما تحتاجون أنكم تحتفظون فيه بالثلاجة، ممكن الاحتفاظ به في الغرف. ونحتاج إلى علب لحفظ هذا المزيل، ممكن شراءها من علي إكسبريس أو أنكم تستخدمون أي علب فاضية تكون عندكم لمزيلات العرق. ومكونات هذا المزيل أخذتها من الصيدلية، وبعضها أخذتها من موقع أي هيرب. أضع جميع المكونات في وعاء زجاجي على حمام مائي حتى تذوب، وخاصة شمع النحل ما عدا الزيت العطري. بعد ذوبان المكونات أضيفه، ثم أتركه في مكان بارد حتى يتجمد. ومن فوائد نشا الأراروت، وهو مادة نشوية أصله في أمريكا الجنوبية، وطلبته من موقع أي هيرب وموجود كذلك بموقع أمازون، وهو عشبة معمرة وله فوائد، منها أنه خالي من الجلوتين ويستخدم مثل الترياق لأنواع معينة من السموم النباتية. والمادة النشوية مفيدة للقلب لأنه يحتوي على البوتاسيوم، ومفيد لتخفيف الوزن لأن المادة النشوية الموجودة به منخفضة السعرات الحرارية، حيث يمكنك استخدامه في الصلصات والشوربات. ويستخدم في أمريكا الجنوبية مثل بودرة للأطفال لأنه يعطي شعور ناعم وسلس. ويستخدم في مستحضرات التجميل لأنه يستخدم كعامل سماكة، ويساعد على امتصاص الرطوبة وينعم البشرة عن طريق مساعدتها على امتصاص الرطوبة. ويستخدم كعلاج لحروق الشمس. وكذلك من فوائد زيت الأرغان للبشرة، يحتوي على فيتامين A و E وغني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 6، ويرطب البشرة ويعالج حب الشباب والتئام خلايا الجلد التالفة، كما يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، ويقلل من علامات ترهل الجلد ويعالج الجروح ويفتح المسام. وفوائد زيت جوز الهند، يرطب البشرة ويبطئ الشيخوخة وظهور علامات التجاعيد المبكرة، ويعالج حبوب الشباب ويعالج حروق الشمس. أما فائدة شمع العسل، يحمي البشرة من المشاكل الجلدية ويعزز رطوبتها، ومقشر فعال حيث يحتوي على فيتامين A الذي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة وإنتاج خلايا جديدة، وكذلك مضاد للجراثيم. وممكن إضافة زيت عطري مثل زيت الخزامة أو إكليل الجبل أو اللافندر أو زيت شجرة الشاي. أنا أضفت زيت شجرة الشاي ولها فوائد كثيرة، منها علاج الإكزيما وجفاف الجلد، ويقلل من دهون البشرة ويخفف حكة الجلد، وعلاج لحب الشباب ويساعد في التئام الجروح. ممكن إضافة فيتامين A لزيادة الحفظ ولزيادة الفوائد، ومدة حفظه 3 شهور أو أكثر إذا حفظ في مكان بارد. وتقدرين تستخدمينه بنفسك أو تهدينه لأصدقائك أو قريباتك. وممكن عمل مشروع تجاري منه، لأني لاحظت في أغلب المواقع الأجنبية مثل إتسي كثير يبيعون مزيلات عرق طبيعية وكثير يشرونها، لأن أغلب الناس يتجهوا للأشياء الطبيعية المكوناتها معروفة. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.